قبل قليل أشرت في سياق الكلام إلى مسألة نكسة 67 وإن كان لها أثر في تعجيل الأحداث طبعًا داخل ليبيا طبعًا. كيف كان المشهد داخل ليبيا وكيف أثرت النكسة على الليبيين؟ إحنا كنا طلبة في ذلك الوقت، وطبعاً عبد الناصر الحقيقة يعني حتى عبد الناصر يعني نرى فيه صلاح الدين، نرى فيه تاريخنا، نرى فيه طارق بن زياد، نرى فيه خالد بن وليد، يعني جمال عبد الناصر بحكم ثقافتنا وبحكم عروبتنا ونحن العرب الأحرار. بعد في نكسة 67 صدمنا صدمة كبيرة، وجيلنا تقريبا كانت لديه يعني سقط من برجه في أعين كثير من جيلنا عبد الناصر في ذلك الوقت. يوم 9 يونيو يوم خرج وأعلن أتحمل مسؤوليته تنحيه ومسؤوليته عن الحرب واستعداده للمحاكمة، الحقيقة يعني قفز من النقطة من تحت الصفر إلى القمة مرة أخرى في أعين الناس. خرجنا دون وعي في مظاهرات تأييد لعبد الناصر لأنه رفض الهزيمة وقرر القتال. أنت على المستوى الشخصي ترى عبد الناصر مسؤول عن أحداث 67؟ شوف، من ناحية لا نستطيع أن نقيس بمقاييسنا الآن ما كان يحدث في ذلك الوقت، ولكننا نعرف الآن من الوثائق الأمريكية والبريطانية أن التآمر على عبد الناصر لم يتوقف. زج به في حرب اليمن، جر إلى هناك، وحرب اليمن كانت ضرورية بالنسبة لمصر. مصر باب المندب يعني قناة السويس، قناة السويس حررها عبد الناصر يعني. فهو إذا فرط في هذا المكان إذن قد يصبح في موقف لا يليق. عبد الناصر رفض الاستسلام. من اللي جر عبد الناصر إلى حرب اليمن؟ والله يشوف التداعيات التي إحنا خلق زي ما هو الآن، إحنا نجرع مع أنوفنا لمعارك دون أن ندري، لا تخدمنا ولكن تخدم الأعداء. بس إذا زعيم بحجم جمال عبد الناصر ويجر إلى 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 حرب مثل حرب اليمن أو إلى حرب مع إسرائيل، أنت وصفته بأنه هو الزعيم وشبهته بطارق بن زياد وخالد دولي، في النهاية هو اللي يتحمل المسؤولية. شوف، عبد الناصر حصل عليه تكالب وتآمر منذ أن العدوان الثلاثي على مصر بعد ما حرر قناة السويس وعادها لمصر وطرد الملك الألباني من مصر وبدأ في بث الروح داخل الأمة. فكان لابد أن هذا الزعيم زي محمد علي زي أي زعيم آخر يريد أن يبني بلده أن يقضى عليه.